مش تعال نروح بقى لنادي الزمالك. نروح لنادي الزمالك. طيب شايف انه كابتن مؤمن سليمان استمراره في نادي الزمالك ده اللي كان المفروض يحصل من الاول ولا لا؟ اه طبعا. اه ليه بقى؟ ليه بقى؟ اولا الراجل مش ماشي بهزيمه، الراجل كسبان وكسبان فرقه محترمه ومعاهم مدير فني على اعلى مستوى، يعتبر من احسن المديرين الفنيين اللي هم موجودين في الدوري المصري. طيب انا اسف ان انا قاطع حضرتك، حطوا لنا بقى ارقام التليفونات للناس يشاركوا معانا في الحلقه، حطوا لنا ارقام التليفونات على الشاشه، اتفضل يا كابتن رضا. فهو كسبان. فليل اه طبعا. فانا عشان امشيه لازم يبقى يا اما متعادل يا اما خسران، عشان يبقى عندي قناعه او اقناع للناس ان انا لما الراجل ده يمشي يبقى ماشي ان هو عمل يا اما تعادل يا اما هزيمه، فيبقى انا ما افترضش عليه، فيبقى انا اديته وقته وحقه ان هو لما بيخفق يمشي، انما طول ما هو كسبان لا، انا في الوقت الحالي عايز التلاته بونت، مش عايز الاداء، يعني عايز النقاط اللي هي هتوصلني للنادي الاهلي اللي هو دلوقتي فارق عشان الماتشات اللي هي مؤجله. الزمالك لو كسب كل ماتشاته هيفرق عن النادي الاهلي باتنين بونت، صح ولا غلط؟ مظبوط. يبقى انا مش ببصش للاداء، انا ببص دلوقتي للبناط اللي انا بلمها. كويس، واخد بال حضرتك؟ ماشي. فالراجل ماشي خلاص يكمل. يوم ما يحصل لا قدر الله تعادل ولا خساره، يبقى لما انت تمشيه بقى انت ما افترضتش عليه على تعادل او خساره يمشي، ولا حاسمه بالمجمل بقى؟ لا ما بص، ما هو انت تعادل او خساره بس الاداء مقنع للناس وخصوصا جمهور الزمالك يقعد. ليه؟ لان جمهور الزمالك عنده حته الايه، الاداء اهم من النتيجه. ليه؟ لان انت خسرت النهارده بس اقنعت الناس كلها ان انت بتعمل كل حاجه في الكوره والكوره مش داخله، فيبقى ارض لك النهارده، واخد بالك؟ انما انت كسبان ومفيش اداء ومش معقوله 90 دقيقه نادي الزمالك يبقى مضغوط. دي غريبه، دي مش غريبه. مش غريبه. هي المشكله حتى كمان في تصريح لمؤمن قال لك ايه في ماتش سموحه، قال لك انا كنت عايز سموحه هي اللي تهاجم. انت نادي الزمالك او النادي الاهلي انت اللي بتبدا بالمبادره الهجوميه. وبعدين على فكره اي فرقه سواء اهلي او زمالك لما بيجي يلعبوا اي فرقه والفرقه هي اللي بتهاجمهم بتربكهم. وانت ليه اسمك ما ترشحش من ضمن الاسماء لقاده نادي الزمالك؟ ما تخلينا هنا يا عم ابراهيم، ترشح ايه؟ خلينا هنا، خلينا هنا. انت علاقتك كويسه جدا بالاداره طبعا. طيب لا سيبك، الفتره دي صعب. آه. وانا اي مدير فني يجي في الفتره دي هيمشي، لان هيتعامل بالقطع طبعا. آه. هيتعامل بالقطع. وبعدين محدش لا في النادي الاهلي ولا في نادي الزمالك هيصبر على اي مدرب يتعادل ماتش ولا يخسر ماتش، مفيش الكلام ده. لان خساره ماتش وتعادل ماتش انت البطوله بتضيع منك. ما انت شايف السبق عامل ازاي بين الاهلي وبين الزمالك. بس فانت مش نادي جاي عشان ان انت تعمل اداء كويس والكلام ده وتقعد في الدوري الممتاز، انت جاي نادي الزمالك سواء زمالك او اهلي له جماهيره والناس منتظره منك اداء ونتيجه وان هم كمان يخرجوا متكيفين. يعني شوف الاداء والنتيجه وان هم كمان يخرجوا كمان مبسوطين او متكيفين ان فرقتك النهارده عملت كل حاجه في الكوره. فده يعني هيبقى صعب. شايف ان استمرار الكابتن مؤمن سليمان ده ضروره لابد منها؟ اكيد. طيب. اكيد. رايك ايه في الدوري العام السنه دي؟ كويس. 8 ماتشات اللي فاتوا كويس. كويس. اه تقدر. هو اللي مش كويس الحكام، انا قعدت لكم اهو ما بقتش لا بدرب ولا توقفوني ولا الكلام الفاضي ده بصراحه. بصراحه اقل حاجه في الدوري المصري الحكام. ليه بقى؟ في ايه؟ بتبص لي كده ليه؟ ليه ايه؟ ليه ايه؟ انت شفت النهارده ماتش كفر الشيخ وبدر؟ شفته عندنا الحقيقه. كنت الحكم حسب ضربه جزاء. دي ضربه جزاء؟ ما اتفرجتش على ضربه جزاء بس اتفرجت على لقطات منه عندنا. لا تتفرج عليها. وبعدين المشكله كمان ان ممكن الحكم ما شافهاش. طب ليه ايمن فين؟ ده قصادها. ما ترفع وقول له لا انت خرصيت ليه؟ ما انت في فالح، انت مش في ساعات اللايزمان هو اللي بيدي ضربه الجزاء؟ اهو جيبها لك. بص قرب بقى وشوف بقى التحكيم بجد. يعني انا ممكن اعذر الحكم لاني ما شافهاش من الجنب. بص انا نفسي اعيدها بقى. بص اللازمان، بص اللازمان، بص بص شوف جا في رجله اهي، جت في ايده. مين اللي يحسبها؟ هو اللاين زمان كان حكم. حتى لو الحكم حسبها المفروض يرفع له ويقول له لا مش ضربه جزاء. ما تضيعش مجهود فرقه.
انت عارف احنا في الدوري بتاعنا كم مدرب مشي بسبب الحكام ولسه في اول خمس اسابيع 19 مدرب. 19 مدرب؟ طب ما ليه؟ ده انت هقول لك على حاجه، انت عبال ما توصل ل 10 ماتشات مش هتلاقي مدربين في مصر. هتلاقي كل نادي سرح له 3 4 5 6 المدير الاداري هو اللي واقف على الخط. مش هيلاقوا مدربين. مش خالص اهو ينفع؟ لا ما هو في الدوري الممتاز. طيب ما كان في فرح في الدوري الممتاز الاسبوع اللي فات. ماشي، ما انا قصدي بقول لك التحكيم. امال بقى لو انتوا يعني السنه السوداء لو في جماهير يعني انتوا كده ومن غير جماهير والدنيا بايظه، امال لو في جمهور. بس يا كابتن رضا ما هيش اخطاء مقصوده. مقصوده احلف لك بالطلاق مقصوده. شوف ماتش النصر بتاعي، الحكم بيدور لهم على ضرب الجزاء، حسب ضرب الجزاء الراجل وقع على ظهره لوحده والكره راحت للجون. هاتها، ما هي عندكم اكيد. والكره راحت للجون حسب ضرب الجزاء. طب اقول لك على حاجه، عارف معناها مقصوده يعني ايه؟ ايوه وربنا مقصوده. مقصوده يعني حكم مرتشي. مقصود ماليش دعوه بقى مرتشي مش مرتشي، شوفها وحسبها. وقلت للعيبتي قلت لهم مش هيجاملهم تاني. ده اتهام اتهام في خطوة. اسال عمرو اسال الدكتور عمرو عبد الحق، اسال الكابتن خليل ابو العيلة مراقب بلجنه المسابقات. اسالهم. هو انا بتبلى عليه اهو. مش بقول لك اسال ناس. دكتور عمرو عبد الحق اللي هو رئيس نادي النصر، انت قدامي انا مصدقك. اسال اللي هو كان مراقب المباراه كابتن خليل ابو العيلة. انا مصدقك والله يا كابتن رضا.